بعد أشهر مرت على إغلاقها وأعمال التخريب التي طالت بنايتها من قبل جماعات مندسة بين المتظاهرين، ها هم حملة الشباب لن يكل الذي خرج من رحم التظاهرات في كربلاء يقومون بإعادة تأهيل بناية مديرية تربية المحافظة وإصلاح ما ألحق بها من أعمال تخريبية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اليوم حملة الشباب لن يأكل وحملة فزع الثوار بدأ مبادرة من عندنا طبعا لنعيد تأهيل واستمرارية العمل في مديرية تربية كربلاء. اليوم الصبغ كوادر الصبغ دخلت، كوادر الرسم وكوادر التنظيف وكوادر رفع كل الشغلات اللي ضررت بها وتبديلها الى شغلات حيوية وجديدة على مود انه نوصل رسالة انه احنا بسلميتنا بجهازيتنا انه احنا نريد نبدل كل الأمور السلبية ونعيدها إلى أمور جديدة والحياة طبيعية. واليوم سواعدنا وإحنا شباب هذا الوطن نبني وطننا. مديرية التربية بعد الحرق اللي صار بالمظاهرات الأخيرة وكبادرة سلمية نريد نوصل بها صورة بأنه المظاهرات هي سلمية من بدايتها حتى تحقيق المطالب. مواطنون رحبوا بهذه المبادرة العظيمة التي يقوم بها الشباب المحتج، مؤكدين أن هؤلاء الشباب هم من سيبنون مستقبل العراق وأجياله القادمة، داعين المعنيين للاستجابة لمطالبهم كونها مطالب مشروعة. والله هي مبادرة جميلة جدا، ونحث الشباب عليها والمتظاهرين السلميين الذين يقومون بصبغ الأرصفة وجدار بناية التربية خاصة في مدينة كربلاء. فالمتظاهر السلمي بشكل عام هو من يقوم بالاعمار، عكس المتظاهر ولو احنا ما نسميه متظاهر يعني يعتبر مخرب او مندس الذي يقوم بحرق الممتلكات العامه. بصوره عامه وخصوصا في محافظه كربلاء هنالك مجاميع من الشباب يقومون بصبغ الدوائر واظهارها بالمظهر المليق لها، وهذه الثوره مجموعه تجمع كافة الطاقات المجيرة من أجل النهوض بهذا البلد وإخراج البلد بأحسن صورة. عندما يكون الشباب معدا بشكل سليم وواعيا ومسلحا بالعلم والمعرفة، فإنه سوف يصبح أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحاضر وأكثر استعدادا لخوض غمار المستقبل. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.